على وضع على ضوء القرارات الأخيرة المتخذة على مستوى مجلس الوزراء بإعادة ترخيص لوكلاء السيارات المعتمدين باستيراد السيارات السياحية الجديدة. نقول لك سي يوسف نباش، لا أدري إن كانت عندك معلومات أو لا، لماذا السيارات السياحية فقط؟ اي والله هنا شوف دوك نعطيك واحد الجواب. انا نظن بان اللجنه تاعنا تاع الوزاره الحكومه يعني اتبعت في قرار تاع غير السيارات السياحيه، لانهم هم اخذوا بعين الاعتبار بان عندنا شويه تركيب تاع الشاحنات، سيارات الشاحنات وشاحنات صغيره وكل شيء، ولكن الشاحنات اللي عندنا هما شافوا من عين تاع من جهه سوناكوم رويبه، يعني مصنع رويبه يقول لك لو كان نخلو نفتحوا ثم عندنا عمال كثير، يعني لازم نحميهم ثاني، لازم نحمي المنتوج الوطني ما نسرعوش. وش عندنا صناعه ثاني في تيار ثاني تاع لي فورغون ثاني ما شاء الله، صناعه تاع تيار هذيك لي فورغون مرسيدس تاع تيار هذوك ما شاء الله. ولكن كاين حاجه، النقطه اللي راحت لهم هنا وين كما يقول لك جازو اكوتي، هو كان مفروض يخلوا الشاحنات صغيرة تاع التبريد، حتى ولو كان يدير شرط. انا وكان جيت يعني في الوزاره نقترح عليهم، قال معليش ما يجيبهاش مجهزه مهيكله كلها بالتبريد، عادي ان عندنا مصانع تاع اللي يصنعوا الصندوق تاع التبريد هذاك يصنعوا هنا، احنا شاحنه واحده تاع عندي الفاميليا تاع يخدم التبريد، راح جاب شاحنه كيما يقول لك شاسي نوع عريانه اداها للمصنع هنا في الجزائر، خدموا له صندوق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سي يوسف نباش، ما تفهمش من هذا القرار تخصيص فقط السيارات السياحيه انه الحكومه استنجدت بكم على اعتبار انه مصانع تركيب السيارات متوقفه، الطلب على السيارات الناس كاين، لحتى من دار الطلبيه وما جاتوش السياره ما زالت امور عالقه ايضا بالنسبه لبعض الزبائن عند بعض المصانع، قال والله خلي نفتحوا الوكلاء يعاودوا يرجعوا للنشاط ومن ثم لكل حديث حديث. نعم هي الحكومه، نعم بصح احنا جزائريين والحكومه احنا ولادها، احنا ولادها لابد العنايه، لابد تعتني بنا تشوف تحمينا. شافت باللي احنا كنا مظلومين من الوزير الاول السابق، ظلمنا نحنا يا اخي، شفت واش دار؟ دار احتكار، مد الاربعه من الناس لسوق السيارات وغلق علينا احنا جزائريين ثاني عندنا حقوق، والحكومه هذه كانت عادله. انا الحكومه هذه نعطيها حقها، نقولها باللي حكومه عادله، كانت قالت هذو ثاني الجزائريين نعطوهم ثاني يجيبوا، وعلى نمنعوا؟ علا نمنع الجزائري؟ انا نفضل الجزائري على الجزائري، كل واحد يوري الكفاءه تاعو مرحبا. هذه عندكم تفاصيل من عند وزاره الصناعه كيف سيتم ايداع ملفات؟ كيف راح تتم العمليه؟ توقيت فتح العمليه؟ والله معلومات يقولوا باللي الناس اللي كانت عندهم كيما احنا كانوا عندنا لي زاغريمون تاع وقت بوشوار، يعني لي زاغريمون اللي عندنا يقول لك يبدلوهم لنا، نورمالمون يبدلوهم لنا باسكو احنا رانا مظلومين، احنا رانا مظلومين. اقل شيء اللي تقدر تديره الحكومه هو يعني كتعويض، ما تعويض للناس اللي ضرروا، قالها يا روحك ارى لاغريمون هذيك هاك وحده جديده وروح تكل على ربي، روح تخدم، اي روح تخدم وعرف كيف تمشي. هذا ما كان، واحترموا المقاييس واحترموا دفتر الشروط، وخاصه نحب نوجه نداء الى الناس الذين سيكونون في الميدان هذا تاع استيراد السيارات، ان يحترموا الزبون، وجه نداء لاخواني المستوري الوكاله ان يحترموا الزبون والمواعيد تسليم السيارات والصيانة والضمانات، خاصة نيغوسيو يعني تفاوضوا مليح مع المصانع هذيك على الضمانات، دافعوا على مصالح خاوتكم الجزائريين وعلى الدولة تاعكم، احنا هذا اللي يهمنا. بالنسبة للعملة الصعبة سي يوسف نباش في المرحلة القادمة كيفاش راح نتعاملوا مع قضية الصعبة؟ شوف نقول لك حاجة شوية للضحك والنكتة، يعني الدولار بيجي كبير، الدولار واليورو راه تقريبا إذا كمل بهذا التحرك هذا راح يوصل ل 18، يعني نقولها لك يا راح البارح راه كان 14 وشي، ولورو راه في 13، راه 13 من على شهرين ثلاثة تلقى راح يوصلوا نفس السيستم اللي داروه في جمهورية أوزبكستان، كان عندهم نفس المشكل كيما احنا، جاهم رئيس جديد كيما احنا عندنا رئيس جديد، جاهم رئيس جديد بداهم تدريجيا يطلع، كان عندهم حتى المارشينوار، احنا كنا نروحوا لأوزبكستان ما نصرفوش في البنكة، نروحوا نصرفوا مارشينوار نستفادوا أحسن بدراهمهم. السوم هذاك تاعهم نجي نستادو خير، ولكن دوكا لا المره الاخيره كي رحت انايا دخت ترى اول مره صرفت عندهم في البنوك، لان خلاص السعر في البنك وفي السوق السوداء نفس الشيء، وحنا ان شاء الله نوصلوا لهذه النتيجه. يا سيس نباش فيما يخص الوكلاء المعتمدين للسيارات كيفاش رايحين
حدوا القائمه، لانه اعتقد انه وزاره الصناعه مش راح تعاود تفتح لكل الناس اللي كانوا يشتغلوا كما تقول في زمن ولا في فتره الوزاره. هي المعلومه اللي عندنا هو انك تجيب من عند المصنع، من عند المصنع، هذه معلومه يا المصنع اللي تخدم مع المصنع، ما يقبلولكش تخدم مع فلان وفلتان في اي بلد هكذا، يقول لك تروح للمصنع تشري من المصنع. وبالنسبه للناس اللي عندهم اللي كانوا في وقت سابق عندهم علامات معينه وهذه العلامات تم احتكارها واصبحت مصانع تركيب السيارات. هنا وين كاين ظلم، كاين ناس مظلومين، كاين ناس مظلومين كثير ما نسموش العلامات، كاين ناس مظلومين، كاين ظلم. اظن الحكومه تاخذ بعين الاعتبار، وحنا عندنا ثقه في الحكومه تاعنا باللي راح تكون عادله في هذا الميدان هذا. معنيين طرحتوا امر انكم تكونوا ضمن ما زال ما تلقيناش اللي يجيبوا اقل من 3 سنوات سياره، اقل من 3 سنوات ولا شوف السوق تاع 3 سنوات. انا والله ما يضرنا، ما يضرنيش، نقول لك انا شخصيا ما يضرنيش، وما يضرك لا انت لا حتى واحد اخر. لماذا؟ لان شوف الحكومه ما خسره والو. كاين هذا بكلام محافظ البنك في 2018 هو اللي قالها، قال 530 مليون اورو خرجت دخلت للجزائر عن طريق السيارات، يا اما دخلوها بالباسبورات الديدوانه يعني بالباسبورات، يا اما دخلت عن طريق رخص المجاهدين. وهذه السيارات اللي دخلت عندها ان فاكتور، عندها فاتوره، وهذه الفاتوره فيها قيمه. هاد السيارات كي شراوهم في اوروبا شراوهم باموال باليورو يا خالده، اذا وقع اليورو موجود، كان موجود انت في اوروبا، اوروبا ودخل الجزائر، دخل سياره وما بتحسبوا الديوانه واش دارت، حسبت السيارات واش شحال دخلوا، لقاو شحال من سياره دخلت في اطار المجاهدين، وما استفدت الحكومه، ما استفدت والو، ما حتى فايده الحكومه، لان الانسان اللي عباك اللي يجيب لا ليسونس تاع مجاهد يخلص مليون ويفوت لداره ما 5 سنين وما مرتاح. بصح الخزينه العموميه ما دخلها والو، بصح محافظ البنك قال لك يعني كاينه 530 مليون اورو راهي تدور، هاي دخلتنا عن طريق السيارات. انا نظن بان ما دام الحكومه ما قدرتش تحط يدها على هذه الاموال الطريقه تاعها كيف تستولي عليها، اذا احسن شيء تخلي الناس يروحوا يجيبوا، الناس يجيبوا احرار. نعم استاذ عبد الرحمن، نعاود نطرح السؤال بصيغه اخرى، لجوء الحكومه الى هذا القرار الذي اعتبره انا قرارا مفاجئا، هو كما قلت قبل قليل انه دفتر الشروط اولا لم يجهز بعد، وشروط تحقيق خاصه نسبه الادماج اللي تحدثت عليها اللي تصل الى 30 وقد تتعدى 30% في البدايه ما قدرش تحقق هذا الامر، فبالتالي خلينا نروح نستجيب لمتطلبات السوق في الوقت الحالي ومن ثم نشوف كيفاش نديروا في مرحله لاحقه. والله يعني هو في اطار الحلول دعنا نقول الغير مدروسه التي احيانا تقوم بها الحكومه، طبعا هذا الامر قد يكون استثناء لان في ظرف يعني لم يكن الجميع يتصور بان الناس سنمر بهذا الذائقه الماليه الكبيره، ولكن يعني كاين امور اخرى لابد اننا يعني نراعيها. احنا قلنا باننا معليش نراعي الظرف الحالي، وان الحكومه يعني قررت استيراد السيارات الجديده والامر يحتاج الى توضيح يعني على الاقل من حيث البعد التقني في الايام القادمه، ولكن لابد ان ما نخلوش الامر على هكذا يعني كما هو يعني موجود. اولا لابد ان نتاكد من اذا مشينا وفق الرؤيه تاع السيد يوسف بانه يعني استيراد تركيب سياره يبقى، لابد اننا نتاكد فعلا من فاتوره استيراد يعني هذوك اجزاء السيارات. هنا كاينه يعني مغالطه كبيره، قد يغونفلي ولي فاكتور يعني، وتكلمنا على هذا الامر في السابق. لابد اننا يعني الحكومه تضع اليه لمراقبه هل فعلا تلك الاجزاء التي تم استيرادها من الخارج هي اجزاء تلك هي اسعارها الحقيقيه او لا، هذه وحده. وبامكاننا اننا من خلال هذا الامر نحقوا يعني من 4 ملايير حسب تقديري نحقوا 1 مليار. الامر الثاني، هذه الناس اللي كانت تركب سيارات استفادت ايضا من مزايا اخرى، استفادت من العقار الصناعي، استفادت من الى اعفاء على الضريبه على رقم الاعمال، استفادت من ليبيات، استفادت من السوق، استفادت من السوق عندها وجه بيع، استفادت من كل اتجاه سيدي الى صحه التعبير وين الدور تلقى الفائده. دونك لابد انه نفهموه، قال انت انسان تعمل تحقق مردوديه اقتصاديه، لابد ان تتحمل التكاليف، لانه المشروع الاقتصادي الذي لا يتحمل التكاليف هذا لا يصبح مشروعا اقتصاديا، انما يصبح لديه يعني تفسيرات اخرى. سيد عبد الرحمن، فقط اقتصاديا هل من المعقول انه دوله تلجا الى انها تحدد عددا محددا للعلامات التي تركب؟ قال والله انا ندير 4 مصانع فقط، وبالتالي عندك
ربع علامات، وكاين بعض العلامات اللي فيهم فيها شحال من علامة، هل من حقك أنك تمنع مواطن يريد علامة أخرى؟ لهذا نتحدث على وكلاء السيارات مثلا، قال لي خلي الناس عندك المصانع اللي تركب متفقين عليها، ولا وكيل سيارة يقدر يستورد تلك العلامة، لكن علامات أخرى خلي الناس تستورد مدام نتحدث على الاقتصاد السوق المفتوح. من ناحية الاقتصادية لا يمكن لك أن تمنع يعني مستثمر أو زبون لشراء أي نوع من أنواع السيارة، خاصة أنك عندك شراكات تجارية خارجية مع أوروبا، ولكن أحيانا نضع ما يعرف بمثلا شروط الاستيراد، وقد يعني حتى مثلا نمشي معك إلى رؤية أننا مثلا نمشي وفق ما يعتقد الغرب أنه يعني صحيح، وإن كان الغرب عمرنا بالهب خاصة دول جنوب أوروبا، قال مثلا السيارة لابد أنها لا تكون تلوث البيئة، لابد أن تستجيب لمعايير سلامة، وبالتالي فأنت توجه يعني نوعا ما إلى ماركات معينة، أو قال مثلا من الأفضل أنك تعامل مع الإنسان ليعطيك كما قال الأستاذ ضمانات وخدمات ما بعد بيع، لأنه كارثة خدمات ما بعد بيع. هناك صح في الجزائر مؤسسة تقوم خدمات ما بعد بيع، وهناك خدمات ما بعد في الجزائر، والله تتعجب كيفاش يتعاملوا لما تعاود ترجع له يعني الشيء لوبجي لي كونسو غارونتي. دونك لازم نراعوا هذا الأمور، وبالتالي فإنه يعني اليوم لابد أن نعيد ونذكر بالشيء الذي قلناه سنة 2017، بأن مصانع تركيب سيارات وفق الآلية التي قامت بها الحكومات السابقة هو خطأ استراتيجي اليوم يعني نجني ثماره، ونبهنا إلى هذا الأمر للأسف الشديد لم ينتبه لنا. صدقني لو يعني سمع لنا في 2017 لما ممكن جدا أننا لا نصل إلى هذا المستوى. اليوم أيضا نقول، ويعني للأسف الشديد ممكن أيضا ما يسمعوناش، الخطرة الجاية كنحب نروح للصناعة، لازم نبحث على الصناعة التي نكتسب فيها ميزة تنافسية. احنا تركيب سيارات ما عندناش فيها، احنا عندنا ميزة تنافسية في الصناعة الغذائية مثلا، عندنا ميزة تنافسية في الصناعة البتروكيميائية، الحاجة اللي عندك فيها لا ماتير بريميير، اللي عندك فيها المادة الأولية، هي اللي تقدر يعني تطورها وتجلب الاستثمارات الأجنبية وتكون عندك فيها ميزة تنافسية. ما لازمش تعاند، قال جاري منا جاب لي الفلاني انا نجيب المصنع الفلاني. للاسف الشديد والله يا اخي محمد كل هذه الامور اقول، والمسؤولين يسمعوا فيها، قلناها وكررناها لما تجيب لكش الفايده، وهي موثقه في جرائد يعني مقروئيه عاليه، يعني مش ما نسموش مقروئيه عاليه، ودرنا عليها حصص كبيره، ولكن في ذلك الوقت كلها لدرجه انك تقول هذا الناس قاع ما عندهمش تلفزيونات بلاك يشوفوا اشياء واحده اخرى. استاذ عبد الرحمن، لماذا قدرنا أن نتبع نفس المراحل التي تبعتها الدول الأخرى؟ اليوم مثلا في 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 أوروبا الناس يتحدث على السيارة الكهربائية، الناس رايحة للغاز، الناس بالك هذا المازوت وهذا الليسونس بعد 5-6-10 سنوات الناس هذو ما يمشوش بهذه السيارات، احنا لازم نمروا، هذا الناس داروا ديزيزين ولا مصانع تاع ليسونس والمازوت لازم احنا نتبعوهم، ما عندناش الحق أننا نمر إلى مرحلة لاحقة دون أن نمر بالمرحلة التي سبقتها آليا. شوف راح نجاوب، علاش نستثمروا في المازوت؟ راح نجاوب واحد الجواب فلسفي، انا قري في جامعة ابن خلدون، وابن خلدون يقول المغلوب مولع باتباع الغالب. احنا دائما نعتقد بان هذه الدول يعني اللي سبقتنا هي عندها يعني تجربة ومجال كبير، ونتبعها، وللاسف الشديد نتبعها في الاشياء، فقط في الاشياء يعني دعنا نقول احيانا سلبية، يعني حكومات وشعوب ولا يعني، وبالتالي فنحن نعتقد بان عندهم الأولوية، وشفناهم يعني لما جاءهم هذا يعني وباء كورونا يعني ارتبكوا تماما، ويعني ما قدروش يوجدوا حلول عملية واختلط عليهم الامر، وبالتالي فهذه يعني رب ضارة نافعة. اليوم يعني على الأقل على المستوى اليوم اللي رانا فيه نشعر بأننا يمكن لنا أن نفكر كما يفكرون، وأننا يمكن لنا أن نبدع كما يبدعون. يعني ذكرنا في السابق قلنا للأسف أحيانا تأتي قوانين بلغات أجنبية وتترجم حرفيا على الجزائر في الجزائر، وللأسف شديد. واليوم يعني فقط والله يعني صباح شفت أمر أعجبني كثيرا ونذكره، أنه السفارة الأمريكية يعني افتخرت بجزائرية حققت يعني أبحاث عالية في المناع. إذن الجزائري لديه القدرة تخليه يبدع، ما توضعلوش حواجز، ما كاين حواجز احيانا والله لا تفهمها علاش حجز. انا حجز لانه الناس تستورد، لانه كاين ناس مافيا تاع استيراد. شوف انا عندي ملف تاع صديق تاع ضرائب، اليوم في رمضان هذا درت سنه
سنة وانا نعالج له فيها. كل يوم نروح لإدارة الضرائب نقول لهم واش مشيتوا في الامر اليوم؟ درنا سنة يعني وكيف لا نيفرسير بارك الله فيك. ممكن ندو الطرطة. انا مانيش فاهم علاش إدارة تبقى عام في حين انه مشكل 5 دقائق. نعطيك هذه فقط ونختم هذا الامر. اليوم صديقي كلمني قال لي دفعت شيء، قالوا له بولي بعد 3 ايام. احنا عندنا تيلي كومبونساسيون ممكن مباشرة يسكانه ابري 2 مينيت يقول له محمد عندك الرصيد ولا ما عندكش الرصيد. للأسف الشديد نتمنى أن تتغير مثل هذه الممارسات في المرحلة المقبلة. سي نباش على ما يبدو أنه تفاصيل ماهيش متوفرة بشكل كافي كما قال أستاذ عبد الرحمن عيا، لكن مجدين روحكم للطلبيات كيفاش راح نتعاملوا مع الزبائن، كيفاش لي كونتاكت تاعهم محافظين عليهم مع المصانع والشركات الأم في اوروبا وفي اسيا. شوف اولا نطلبوا من الحكومه تلغي واحد القانون، دوك فكرت القانون هذا هو انه يمنع البنوك يبيعوا السيارات المستورده عن طريق القروض. يعني يا سي نباش بالعقل راه استوردوا مع الزهر روح القروض. حاجه مهمه دوك كاين بنوك هذا وين دات الثقافه تاعنا كما البنوك بعد البنوك الاستهلاكيه وغيرها المرابحه هذه. البنكة خير الناس اللي تروح البنكة تشري على شركات شي على شركه 1000 طوموبيل مع الف طوموبيل تشريهم البنكه، البنكه تشريهم يروح الزبون عندها تفهم معاه مثلا سوا 170 ولا تبيعها له 200 المربحه المفيد يعني المفيد الأمر كلهم بالشراء. راضين كلهم راضين المفيد الناس كاع فرحانه. ولكن قبل ما يروح ويحيى دير قانون قال يمنع البنوك ان يبيعوا السيارات اللي يجيبوها الوكلاء، يبيعوا غير السيارات اللي منتوجه هنايا باش كان يشجع في العصابه اللي كانت هذيك الوقت. فهمت يعني هذا هذه النقطه احنا ماذا بينا يصحوها الحكومه تاعنا. اي قرار لازم يكون نراجعوا فيه بارك الله فيك بارك الله فيك. هذه يعني باش ما يكونش ظلم. دوك انا نجيب انا دوك انا نجي مثلا نقدر نجي عند البنكه نفهم معها نجيب لها 1000 طوموبيل بسعر منخفض سعر نطيح نجيبوا لها بري با طايح كاع تعدل الحق لي 100 بلاك الحق ب 70. هذا السعر طايح المشاهده اللي يتبعوا فينا. هل وكلاء السيارات اليوم يعدوا الجزائريين انه الاسعار تنخفض نوعا ما مقارنه بالاسعار؟ احنا كلشي شفافيه موجودة. كلشي عندنا شفافيه. هاو حق الدوله، هاو حق المصنع اللي يصنع السياره، هاو حق الشحنه الباخره اللي جابت السياره، وهاو حقنا خويا. لكن مبدئيا دراستكم، لانه الجزائري اليوم ما يحبش يفهم هاو شحال شحنته. المواطن البسيط يحب يسمع يسمع الشيفر فينال يعني يعطيني رقم نهائي. هل راح يكون انخفاض؟ الجزائري تاع 2020 ولا يعرف ولا يفهم شكون اللي راه يجيب لكن يفهم باش يعرف المونطون فينال يعني المونطون فينال المونطون فينال. انا قلت لك انا اعطيتك مثال في شويه انخفاض مقارنه بالسعر اللي كانت الدوله. دوك باش يكون انخفاض باش حنا دوك يلزم ثاني الدوله ما ترفعش كثير الرسوم، ما ترفعش الرسوم يعني لحد 60% بزاف سيطرو 60% سيطرو. قلنا 35 مقبوله 35 مقبوله 35 كما قلت لك سي جواب بصح. انت كي تروح تنيغوسي في مصنع كي تنيغوسي على 200 طوموبيل وتنيغوسي على 1000 ماشي كيف يختلف. على هذه اللي قلنا احنا ماذا بينا باه نشبعوا شعبنا نجيبوا لهم طوموبيلات بارخص ثمن يخلوا البنوك يبيعوا لهم بالتقسيط بالقروض البنكيه ما يمنعوش البنوك. احنا كي نجيبوا سيارات نجيبوا لهم انا نطلع دوك قال اعطيني 5000 سيارة يقول لي نبيعها لك مثلا ب 6000 يورو لا ندي عليك ب 4000 5000 نحي لك 2000 يورو هذيك مثلا. بصح انا ما عندي ما نخبي الشفافيه. الفاتوره تهدر مع الجمارك تاعنا والمارش تاعي باينه، المارش تاعي باينه وحقوق الدوله باينه. اذا السيارات تصبح رخيصه. واذا كان وزاره الصناعه عندكم تسقيف واكيد راح يكون الامر مطروح فيه تسقيف لعدد المركبات اللي راح تستورد، ربما الوكلاء ما يكونش عندهم حصص متساويه، ربما يكون العدد منخفض. امر ان شاء الله. احنا دوك واش نقول لك اذا كان التسقيف احنا نمشوا مع التسقيف الى المفيد انه يخلوا تقلع العمليه دي نبداو فيها من بعد كي نبداو فيها. سي باش تشوفوا بلي رد اعتبار شوفوا رد الاعتبار للوكلاء. نعم على حسابكم ظلمتم. ظلمنا كثير من عند بوشوار. ظلمنا بوشوار بزاف. ظلمنا وحقرنا. دار فينا المنكر والله العظيم. شوف يصعب عليك يا اخي عندما يكون عندك منظومه ولا بوشوار. لا 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 خلي لا لا بوشوار بوعصابته منظومه تاعو. شوف والله كي يكون عندك عامل جيبه صغير انت اللي ربيته، انت اللي زوجته، انت اللي يعني تربى على يدك يعني عامل جيبه جون وتعلم ولا لكم بعد شيف داتوري ولا كذا، ومن بعد يجي يوم تقول الله غالب ما كانش طوموبيلات خلاص تخلى عليه وتخلي هكاك تشوفه رايح بالدموع في عينيه
رايح بالدموع ويحبك يعتبرك أخ كبير وكذا يروح بالدموع. تعرف مأساة عشناهم، مأساة مأساة عشناهم مأساة. لكن سيدي باش نتفقوا، ما يزعجكمش كوكالات انه مصانع تركيب السيارات يستمر؟ يستمر المصانع يستمروا. البارح تكلمت مع في نور الدين سريات يعني صاحب مصنع تاع باتنا منسينوش العلامه، يعني عنده مصنع نفس المشكل وطمأني وقال لي صح، وراح هو الوزاره وقالوا له ما نتوشوكمش، يعني اكد قالوا له ما نتوشوكمش، وكي قلت لك خلوا لهم 15% وخلوا لهم الوزن. نعم استاذ عبد الرحمن عي نقطه اخرى حبيت ان ناخذ رايك فيها فيما جاء في قضيه الغاء حق الشفعه واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الاجنبيه. شوف باختصار شديد نعقب على تفضل يلا استاذ يوسف. اولا سي يوسف، اولا انا كاين واحد النكته هو انه قالوا الماليه لازم يصادقوا عليه البرلمان، بصح انا ان شاء الله نضمن لك البرلمان يرفع يده. اولا باش هذه وحده. اثنين انا نبح حاجه للحكومه اللي راهي تسمع فيا ولا كاين وكلاء السيارات، اليوم كاين اوبورتونيتي ما تعوضش. وشنو هما مصنعو السيارات في العالم عندهم يعني عرض كبير حاصل، مخزون. دوك نيغوسيو يا جماعه وكلاء السيارات، سمعوني في هذه طلبات الان، ما تنيغوسيش كيف تشري، نيغوسي كيفاش يبيع لك اكريدي، قول له كي نبيع نخلصك كما كانت بكريت اكزيستي في السابق. كانت عندنا وكاينه وسيله لو كانت ترجعها الحكومه بس كفا، ويحيى دار في قانون الماليه تاع 2009 دار ما يعرف بالكريدي دوكيمونتال. كاينه طريقه اللي هي يعني رسائل تحويل لم تخلني الذاكره هكذا، نقدر يجيب لي الاجنبي سيارات كما قال 5000 تسكي 5000 الدار. الاقتصاد الوطني عندنا احتياطي الصرف راهو يتاكل جماعه، لازم نحافظوا ايضا على احتياطي الصرف 44% تتوقع الحكومه، اذا لازم نحافظوا على احتياطي الصرف ماشي غير نفرحوا بسيارات ونجيب 5000 ونجيب 6000، اذا لازمنا نيغوسيو. صدقني اني والله يا اخي محمد غير نقدروا نيغوسيو مع دي زيترونجي وين يجيبوا لنا الاف السيارات باطله هنا، قدره المفاوضه. وانا يعني اعوذ بالله من كلمات عندي تجربه كيف فاوضت بعض الشركات، ولكن للاسف الشديد كيجي البرودوي هنا الجزائر كان يصطدم بواقع عدم وجود مناخ العمل. والله المانيين فاوضتهم في امور وجبت يعني حق الشركات اللي رحت فاوضت على جال. هذه وحده. الامر يعني باختصار هذوما ثلاث نقاط. دوك نعاود لك حق الشفعه. انا رايي كمقتصادي انه حق الشفعه افضل ضامن للمشاريع الاقتصاديه والاستثماريه في الجزائر. انا اناشد الحكومه انها لا تلغي حق الشفعه، لابد انها تبقيه، لانه حق الشفعه هو اللي حافظنا على السياسة. على بالي باللي بالك كاينه بعض الشركات تقول لك انا جاي نحو حق الشفعه، معليش، ولانه استبداله بالرخصه المسبقه لا يعني كما نقولوا احنا لا يؤدي الغرض منه. حق الشفعه في الجزائر هو يعني ضامن للسياده الوطنيه على الثروات الطبيعيه. طبعا فقط باش نوضحوا الامور باختصار في 30 ثانيه، حق الشفعه ماشي لازم الحكومه، قادر يدخل متعامل خاص يديها، هي ما يعرف بالمجموعه الوطنيه. نعم استاذ عبد الرحمن عيا استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. شكر موصول ايضا سي يوسف نباش رئيس جمعيه وكلاء السيارات المتعدده العلامات، نتمنى لكم كل التوفيق. رمضان مبارك مره ثانيه لضيفي ولمشاهدي الشروق. الظاهره نيوز مستمره بعد هذا الفاصل، النشره الدوليه. قلوبنا مع بعض حتى ولو كان كل واحد في جهته. في هذا رمضان جايزي وعمالها فخورون بتبرعهم بقيمة 10 ملايير سنتيم لمكافحة فيروس كورونا ودعم الجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين. مع بعض نقدر. مخابر أسي فغما، كلنا ضد فيروس كورونا كوفيد 19.